القادة والسياسيين. أيدوه دون مصالح. هي البعد التاريخي العميق لهذه الدولة الأول ولا الثاني ولا الثالث على موقفهم السياسي. وأشكرهم على دعمهم. ولذلك أنا جينا تبسة. اسمعوا اسمعوني. هذه الولايات الحدودية يا إخواني يا أخواتي، هذه ولايات صد راهي نبذلوا فيها مجهود كبير باش نحافظوا فيها على حدودنا، وجيشنا والجيش الوطني الشعبي راه يحمي في هذه الحدود وراه يؤدي في دور كبير في حماية الحدود. لكن يا إخواني هذا الدور الأمني وحده ما يكفيش، لازم يكون كاين دور اللي يثبت المواطنين ويثبت الشباب وما يخليش الشباب يخضعوا للإغراءات اللي راها تجينا من الحدود. والتنمية يا إخواني ما لازمش تبقى تنمية مركزية، قال أعطونا المشاريع خصونا المخصصات من الخزينة العمومية مركزيا ونديروا به المشاريع. لا بد لهذه التنمية أن تصنع مشاريع، وكاين المشاريع هنا بحيث تولي هذه المشاريع اللي موجودة في هذا الإقليم تاع هذه الولاية والولايات الحدودية المجاورة تولي هذه المشاريع تساهم في التنمية الوطنية. النابة يا إخواني كنت تكلموا عليها، نتكلموا على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة اللي رأي فيها، وإحنا يا إخواني في برنامجنا الاقتصادي توجهنا مبني أساساً على بناء نسيج اقتصادي أو نسيج صناعي متنوع بين المؤسسات العمومية الكبرى والمؤسسات الاستثمارية الكبرى الخاصة والعامة والمؤسسات المصغرة ومؤسسات حاضنة الأعمال تاع الشباب وكل المؤسسات اللي تساهم في بناء اقتصاد متنوع وفي بناء نسيج اقتصادي صناعي وتجاري وفلاحي متنوع وفي بناء خدمات خادمة لهذه التوجهات.